السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا من جديد في هذه العروض الوطنية ديال بيم ليوم الجمعة 14 يونيو 2024. وعلى بركة الله غادي نبداو بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو عجبكم المحتوى والشرح ديالي الله يجازيكم بخير، ما تبخلوش علينا باللايك وبالاشتراك باش تزيدوا تشجعونا على إعطاء المزيد. بسم الله غادي نبداو بهذا السرير ديال سفير لشخصين اللي جانا بواحد الطول والعرض ديال 1.90 متر على 1.40 متر. عنده واحد الارتفاع ديال 25 سنتيم، جانا هكا بالشكل باللون الرمادي. غادي يلقاوه بالثمن ديال 1299 درهم اللي هي 26000 ريال. ايضا هاد الفور الكهربائي اللي جانا من نوعية ديال ايتيمات، السعة ديالو 20 لتر، عنده واحد لابويسونس ديال 1500 واط، هذا ميكرووند وفرن كهربائي، غادي يلقاوه بالثمن ديال 799 درهم اللي هي 16000 ريال، السعة ديالو كيف ما قلنا 20 لتر. كاين ايضا هذا الموقد كهربائي مزدوج اللي غادي يلقاوه بالثمن ديال 199 درهم اللي هي تقريبا 4000 ريال، جانا من لامارك امبيريال بواحد لابويسونس ديال 1000 واط، كيف ما كنلاحظوا فيه جوج ديال الشعلات. كاين ايضا هذا الخيمه ديال الشاطئ اللي جاتنا باللون الازرق، غادي يلقاوها بالثمن ديال 119 درهم و90 اللي هي 2400 ريال. عندها واحد الطول والعرض ديال 1.45 متر على 1 متر، الارتفاع 80 سنتيم كيف ما كنلاحظوا، عندها دوك القطيبات ديالها بالميتال. كاين ايضا هاد الخيمه ديال الاطفال اللي جاتنا فيها بزاف ديال اللوينات بواحد الثمن ديال 199 درهم اللي هي تقريبا 4000 ريال، هذا هو الشكل ديالها، حتى هي جاتنا بواحد الطول والعرض ديال 1.82 متر على 1 متر، الارتفاع 86 سنتيم، هذا الشكل ديالها. ايضا هذه المجموعه ديال الزجاجات ديال السفر اونسومبل دو بوتاي دو فواياج، خمسه ديال القطعات غادي يلقاوهم 19 درهم و90 اللي هي 400 ريال. ايضا هاد المرآة اللي هي عندها دوبل فاس وعندها عندها الضوء الليد، غادي يلقاوها بثمن ديال 59 درهم و90 اللي هي 1200 ريال. كاين ايضا هاد الطقم ديال الخياطة اللي كيتكون من 15 قطعة، غادي يلقاوه ب10 ديال الدراهم 1000 فرانك. ايضا هاد الاله لصنع الفشار، هذا هو الشكل ديالها، جاتنا من لامارك ريكسون، واحد لاكاباسيتي ديال تقريبا ما بين 60 و90 غرام باش كنخدموا في الدفعه الواحده، عندها واحد لابويسونس ديال 1200 واط بواحد الثمن 149 درهم فاصله 90 اللي هي 3000 ريال. ايضا هاد السله ديال الفواكه، هذا هو الشكل ديالها، غادي يلقاوها بثمن ديال 29 درهم فاصله 90 اللي هي 600 ريال. كاين ايضا هاد الطبق ديال التقديم اللي فيه 3 كومبارتيمون، جانا بالثمن ديال 19 درهم و90 اللي هي 400 ريال. كاين ايضا هاد جوج ديال الوسادات اللي جاونا بالثمن ديال 49 درهم فاصله 90 اللي هي 1000 ريال، عندهم واحد الوزن ديال 500 غرام، هادو اونتي باكتيريان و اونتي اليرجيتيك. كاين ايضا هاد الصحن للسلطه، هاد سالاديي جا فيه 3 ديال القياسات مختلفه من الصغير للكبير، بالنسبه لهاد الصغير اللي السعه ديالو 550 ملل جاب الثمن 7 دراهم و90 160 ريال، هاد المتوسط السعه ديالو لتر و65 غلقاو 17 درهم و90 360 ريال، بالنسبه لهاد السالاديي الكبير اللي السعه ديالو 3 لتر فاصله 3 في الثمن ديالو 29 درهم و90 600 ريال. كاين ايضا هاد الحقيبه ديال السفر اللي هي حقيبه وفي نفس الوقت الساكادو، جاتنا بجوج ديال اللوينات، هاد الاسود وكاين فيها حتى هاد اللون الاصفر، غادي يلقاوها بثمن ديال 319 درهم اللي هي 6400 ريال، فيها الروايض وفيها الليديده يعني ملي كتجر. كاين ايضا
هاد العلبة ديال الوجبات اللي جاتنا بالثمن ديال 69 درهم و90، اللي هي 1400 ريال. هذا الشكل ديالها، السعة ديالها 720 ميليلتر. كاين ايضا هاد العلبه ديال التخزين اللي جاتنا بثمن ديال 22 درهم فاصله 90، 460 ريال، السعه ديالها 3 لتر فاصله 9. كاين ايضا هاد السله ديال الفواكه اللي جاتنا بواحد القطر ديال 27 سنتيم فاصله 5، غادي نلقاوها بثمن ديال 59 درهم و90، اللي هي 1200 ريال. كاين ايضا هاد العلبه ديال مكعبات الثلج بواط اغلاسون اللي جاتنا بواحد ديمونسيون ديال 95 ملل على 27 ملل، غادي نلقاوها بثمن ديال 9 دراهم و90، اللي هي 1000 فرانك، 10 ديال الدراهم. جا فيها 3 ديال الوينات او الاربعه. علبة اخرى ديال مكعبات الثلج، هاد المره جات بهاد المعلقه ديالها، وتا هي جاو فيها اللوينات، غادي نلقاوها بثمن ديال 14 درهم و90، اللي هي 300 ريال. كاين ايضا هاد العلبه لحفظ الجبن، هادي غادي نلقاوها ب 2 دراهم و90، اللي هي 60 ريال. كاين ايضا هاد العلبه للتخزين بواط دو كونسيرفاسيون، هذا هو الشكل ديالها، غنلقاوها بثمن ديال 4 دراهم و90، 5 ديال الدراهم، 100 ريال. وكاين هاد المضرب صاعق للحشرات، غادي نلقاوه ب 24 درهم و90، اللي هي 500 ريال. كاين ايضا مضرب اخر حتى هو للحشرات، جنب واحد الطول ديال 50 سنتيم، هذا من البلاستيك، غنلقاوه ب 5 دراهم و90، اللي هي 120 ريال. كاين ايضا هاد الشمع معطر بوجي بارفومي، جنب 4 ديال الوينات والروائح المختلفه، غادي نلقاوه ب 29 درهم فاصله 90، اللي هي 600 ريال. كاين ايضا هاد مكعبات ديال الثلج سي دو غلاسون، كتكون من 18 القطعه، غادي نلقاوهم ب 10 ديال الدراهم، 1000 فرانك. كاين ايضا هاد السله هادي ديال الخراجات ايزوتيرم، عازله الحراره والبروده، غادي نلقاوها بثمن ديال 99 درهم و90، اللي هي 2000 ريال. السعه ديالها 35 لتر، وجاتنا بثلاثه ديال الوينات مختلفين. كاين ايضا هاد الحقيبه مبرده غلاسيير ايزوتيرم سوبل، حتى هي جاتنا بواحد السعه ديال 30 لتر، غادي نلقاوها بثمن ديال 79 درهم فاصله 90، اللي هي 1600 ريال. هادي عازله للبروده. وهاد الحقيبه ديال البحر اللي جا فيها 3 ديال ديزاين مختلفين، هما هادو، غادي نلقاوها بثمن ديال 69 درهم فاصله 90، 1400 ريال. حقيبه اخرى ديال البحر، وتا هي جا فيها 3 ديال الوينات وشكيلات مختلفين، هما هادو، غادي نلقاوها عند بيم ب 69 درهم فاصله 90، اللي هي 1400 ريال. كاين ايضا هاد المسدس ديال الماء اللي غادي نلقاوه ب 20 درهم، 400 ريال. وهاد المجموعه ديال 4 ديال الاوتاد متعدده الاستخدامات، غادي نلقاوهم ب 14 درهم و90، اللي هي 300 ريال. وكاين ايضا هاد الحقائب ديال السفر، بالنسبه لهاد الصغيره فيهم غادي نلقاوها ب 199 درهم، اللي هي 4000 ريال. هاد المتوسطة الحجم غادي نلقاوها ب 249 درهم، اللي هي 5000 ريال. بالنسبة لهاد الكبيرة غادي نلقاوها ب 299 درهم، اللي هي 6000 ريال. هذا هو الشكل ديالهم، وجا فيهم 3 ديال الوينات، الأسود والبوف والأزرق. وهكا غادي نكون وصلنا نهاية العرض ديالنا ديال اليوم، ليوم الجمعة 14 يونيو 2024. إلى عجبكم المحتوى وعجبكم الشرح ديالي طبعا، ما تبخلوش علينا باللايك وبالاشتراك، بازيلو شجعونا على إعطاء المزيد، وإلى عرض قادم إن شاء الله.
الكوزين.